السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفنا بالمحاضرة السابقة على Fault Analysis بالإضافة إلى أنواع Fault اللي هي Symmetrical Fault and Unsymmetrical Fault. هسه إن شاء الله هذه المحاضرة راح نأخذ مثال على Symmetrical Fault. Determine the fault current if a three-phase fault occurs at A bus number 3, B bus number 2, C bus number 1. هنا عندي هسه راح ناخذ اذا العطل صار عندي هنا A. طبعا منطيني assume that there is no load. اوكي. هنا هذه القيم كلها راح تكون per unit. هي اصلا معطاة per unit. تمام. هنا بما انه ما منطيني space new or common base power، فانا راح اعتبر انه النظام هو معتمد ب common base power يعني space new، ويعني ومحد الرياكتنسز كلها على ضوء الفولتية والباور النيو، يعني منطيني اياه جاهز. هنا راح اشتغل عليه مباشرة لأنه هو ما ذاكر فتشي، يعني بحيث أنه يعني بالسؤال ما ذاكر فتشي يخص الكمبلكس باور أو الفولتج، يعني راح نحل مباشرة. تمام. هنا هسه احنا عندنا طريقتين للحل. الطريقة باستخدام الزت بس الطريقة الأولى. الطريقة الثانية اللي هي باستخدام ثيفنين إكويفلنت. أوكي. طبعاً يعني بكل الطريقة يعني بكل الحالتين عفواً أو بكل الطريقتين إحنا نحتاج بصراحة نحتاج الزت بس. نحتاج إنه نكون الزت بس يعني بالإجابة مالتنا. حتى إذا اعتمدنا طريقة الثيفنين إكويفلنت. ليش؟ لأنه طريقة الزت بس راح تكون نوعا ما أكثر وضوح بالحل وأكثر دقة بالحل أيضا. الثيفنين يعني راح تكون بيها نوعا ما يعني حتى ما يعني نتلافى الأخطاء، فعلى الأقل أنه نقارن بين الـ يعني الـ طريقة الثيفنين وهذه الطريقة بالحل. زين هسه هنا بلد زت بس، انا هنا بصراحه هذه منطيها مباشره، يعني هذه الزت بس منطيها مباشره. انتم مثل ما تعرفون اخذنا بالمحاضرات السابقه كيفيه بناء الزت بس ماتريكس، فهذا اعتقد يعني راح تكون جدا سهله بالنسبه لكم. يعني اول شيء هاي المصادر هنا هذين نسويهن شورت، هذا راح يكون ريفرنس، هذا ايضا شورت راح يكون ريفرنس، فراح يكون عندي from reference bus to a new bus. هذه هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية from old bus to new bus. أوكي. مرة ثانية هذه هي الخطوة step number 2. ويا حالة أيضا case number 2. جيد. step 3 from old bus to new bus. يا كيس اثنين، يعني بعدنا ما صح احنا مشينا خطوه بس نفس الكيس السابقه. اوكي هسه نجون نرجع المن from old bus to the reference. يا step 4 كيس 3 الحاله الثالثه. فاعتقد يعني جدا بسيطه، يعني اللي متابع الفيديوهات اللي موجودة عندنا السابقة يقدر يبني أو يكون الزت بس هذه بسهولة. تمام. بصراحة احنا عندنا طريقة ثانية، يعني اللي عنده مشكلة وي تكوين الزت بس ماتريكس، يعني أو اللي ما مفتهمها بصورة متكاملة، اكو طريقة ثانية. الطريقة الثانية تعتمد على يمن على الواي بس ماتريكس، يعني اللي يشوف نفسه انه يقدر يستخدم الواي بس ماتريكس او يشوف الواي بس ماتريكس اسهل من الزت بس يقدر يستخدم الواي بس.
شنو اللي يسوي إذا يريد يستخدم الواي باس؟ هنا طبعًا اتفقنا إنه هذا النيبير يونت عفواً. شنو اللي يسوي؟ هذه القيم اللي منطينا إياها هي كلها عبارة عن شنو؟ إمبيدنس زد أو إكس، يعني ماكو مشكلة. إحنا الآر تهمل عندنا هنا يعني بالحسابات. جي كل القيم اللي منطينا إياها هي إمبيدنس. شنو اللي أسوي؟ اللي أحتاجه إنه أستخرج الواي واللي تساوي لي واحد على اليمن على زد أو واحد على إكس، فأجي عليهم بالسرعة. يعني هنا راح تكون عندي أستخرج الواي هذه، راح تكون عندي 0.08، هنا واحد على 0.1، هذه كذلك راح أستخرج الواي للشبكة. إذا استخرجنا الواي للشبكة، الخطوة راح تكون اللي بعدها شنو؟ مثل ما تعرفون أيضاً، يعني هذه شيء مذكور بالفيديوهات السابقة، شلون نقدر نكون الواي بس ماتريكس. الواي بس ماتريكس نروح على مثلاً بس نمبر 1، يعني واي 1 1، شلون نقدر نجيبها؟ نجمع أي أدمتنس متصل بالبس نمبر 1، نروح على بس نمبر 2، نجمع شكو أدمتنس عندنا متصلة بس نمبر 2، وهكذا بالنسبة للثري. يعني هم أيضا خطوات سهلة وما أعتقد تأخذ وقت، لأنه مثل هيك شبكة، يعني مثل هيك نتورك، راح تكون يعني اللي متمرس يقدر يحلها بسهولة. تمام. بعد أن يستخرج الواي بس، واي بس ماتريكس، فقط يأخذ لها الانفيرس المعكوس. إذا أخذ الانفيرس راح شو تساوي لي أو شو تنطيني؟ زت بس ماتريكس، فراح تنطيني هذه القيمة مباشرة. تمام. طبعا يعني هسه اللي يشوفني يقول هسه هذه خطوات طويلة وتطول، لا أبدا، هذه مو خطوات طويلة، هذه خطوات بسيطة جدا وسريعة، يعني تقدر عن طريق الحاسبة بسرعة تقدر توصل لهذا الناتج. فدائما هذه سواء هو يعني حدد بالسؤال انه تحل بطريقة الزت باس او بطريقة الثفنن اكوفلنت، كل الطرق انت تحتاج هذه الماتريكس قدامك وتخليها على صفحة. تمام. هنا هسه يعني بالحل يقول because of there is no load، هو ما يعني هامل يعني الحمل عندنا، because there is no load، حمل ماكو ما موجود بالشبكة. So هذه no load راح تسهل علينا بالحل هواي، يعني راح تفرق عندنا، لكن اكو فد شيء لازم نرتب عليه على ضوءها، يعني على ضوء هذه الكلمة because of there is no load، شنو اللي راح يترتب على هذه الجملة؟ شو يقول هنا؟ So the current default equal to zero. جي يقول هنا أنا بما أنه حمل ماكو، إذن التيار قبل حدوث العطل هو مساوي إلى الصفر. هذه أول شيء. الشغلة الثانية يقول V1 V2 V3 تساوي عندنا شنو؟ تساوي عندنا واحد per unit. زين، هذا شنو الصفر؟ هذا الصفر يعني الانيشال، يعني الحالة أيضا قبل حدوث، يعني يقصد بها before fault occurs أو الحالة الابتدائية المن أو الانيشال لل مثلا V1 يقصد بها الفولتية for bus number 1، V2 يقصد بها الفولتية for bus bar number 2، هنا يقصد بها الفولتية for bus bar number 3، يمتى؟ before أو pre-fault، يعني قبل حدوث العطل. شو يساوي لنا؟ يساوي لنا 1. التيار قبل حدوث العطل يساوي لنا 0. هنا هسه
Thevenin's equivalent impedance. بالنسبة Thevenin equivalent impedance, Z Thevenin يعني إذا العطل يعني إذا هسه حدث العطل على باس بار نمبر 3 شلون أقدر أحصل على اليمن على الـ Thevenin's equivalent impedance. جيد هسه هنا نجي نسوي كأنما شلون دائرة المكافئة طبعا بعد ما أنزل القيم اللي موجودة عندي قلنا الجنريتر يصبح شورت سيركت ولأني أنزل الرياكتنس اللي موجودة عندي طبعا هذه كلها القيم هي بير يونت بير يونت تمام أقصد بالنسبة للرياكتنسز أيضا بالنسبة للفولتيات هنا يعني خلفت نقطة A و B وكأنما أنا يعني أنظر للدائرة بهالاتجاه هذا باس مار نمبر 3 هذه الفولتية فهسه هنا شلون أقدر أقلل من الفولتيات بحيث أنه أوصل المن للزت ثيفنين طبعا هسه مثل ما تعرفون هذه الرياكتنس هي توالي وهذا الرياكتنس مجموعهم اثنينهم هو توازي وهذا الرياكتنس صحيح المجموع كله يعني هذا راح يصير توالي وهاي الرياكتنس واضح بالنهايه راح اعيدها راح ارجع للشكل الرئيسي اللي موجود عندي حتى قبل لا حتى يكون واضح انه شلون احنا كوننا هذا المخطط بس هنا عندي هذا الجنريتر هذا الجنريتر راح اسوي شورت يعني هيك راح اسوي قبل كل شيء هنا هذا جراوند تمام فراح اخلي هذا اللاين اللي هو شيء مثل الجراوند هنا عندي هذا طبعا راح يعني شو تمثل هذه 8% هذه تمثل الانترنال رياكتنس اللي يعني تكلمنا عليها بالمحاضرة السابقة انه قلنا انه هذه وليش منطيني اياها اكس دبل داش اللي يعني يشوف المحاضرة السابقة راح يفهم شنو معنى الاكس دبل داش هذه هي بصراحة هي الانترنال رياكتنس اوف سينكرونس ماشين اوف اور جنريتر زين فشلون راح اقدر امثلها طبعا هذا الجنريتر راح ارفعه انا من الشبكه هسه انا عندي هذا الشكل شلون راح امثله مباشره شلون راح حتى استخرج الزت اكويفالنت رياكتنس هنا عندي هسه هذا الجنريتر راح اسويه شورت وامثل هذه الانترنال رياكتنس شلون راح اقدر امثلها راح امثلها بسيطه زين هنا راح يصير عندي 0.08 تمام راح استمر هنا عندي هذا اللاين ايضا منطيني اياه طبعا هذه القيم اتفقنا انه هي كلها بير يونت هي معطاه بالسؤال بير يونت يعني فهذه راح تكون 0. طبعا هذه جي هذه جي 0.1 ايضا عندي هسه راح تكون 0.1 هذا باس بار 1 باس بار 2 زين هنا ايش عندنا بعد عندنا من باس بار نمبر 2 هذا 1 هذا العفو 1 هذا 2 من باس بار نمبر 2 تمام هنا هسه وين وصلنا وصلنا لمن باس نمبر 3 هنا صار عند العطل فهذا راح امثله بنقطه A و B هذا شيء مثل اللي هسه 0.12 فبس يعني بهالصورة كوننا هذه الدائرة المكافئة نرجع هسه المن للدائرة اللي موجودة عندنا هذه تمام هسه هذه الدائرة اللي كونناها هنا هذه الرياكتنس وهذا الرياكتنس يتوالي
يعني اجمع 0.08 زائد 0.1، بالتالي راح تكون عندي هذه مجموعهم توازي ويا من؟ ويا هذه الرياكتنس اللي هي 0.12. يعني اعتقد هذا الشيء واضح. زين، ف بالنتيجه راح تصفى عندي مجموع ذولي اللي هي توازي 0.12 توالي وهذه الرياكتنس. زين، فراح تطلع عندي الزت ثفنين، الزت ثفنين هون، يعني اقصد بها باس نمبر 3، يعني اذا العطل يعني الفولت حدث على باس نمبر 3، فالزت ثفنين راح تكون ايش قد قيمتها؟ 0.172 بير يونت. تمام. هسه راح قبل لا انتقل على الزت ثفنين، يعني اذا العطل صار عندي على الباص بار نمبر 2، هسه اذا اريد اسوي يعني مطابقه بين هنا، هسه اذا اخذها هذه القيمه اللي هي شقد 0.172 بير يونت، ارجع بها المن للماتريكس اللي موجوده عندي، فراح اشوفها هي يعني لازم تكون مساويه المن الى هذه القيمه واللي هي شو تمثل لي؟ زد 3 3، يعني انه اذا صار عندي العطل on pass bar number 3، فالزت اللي انا احتاجها سواء كانت زت equivalent يعني سواء اذا حلينا بالزت باس ماتريكس او ثفنين equivalent reactance، يعني باي طريقه كانت، فالمفروض انه يكون ذن يعني متساويات بالقيمه، يعني هاي للتاكيد، التاكيد انه الحل اللي يعني المسار اللي جاني مشي فيه صحيح. زين، بس نروح نشوف زد ثفنين اون باس بار نمبر 2. تمام، زد ثفنين اون باس بار نمبر 2 اول شيء يعني ما يعني there is no load، هاي اتفقنا انتهينا من عتها، فراح يكون عندي رسم الدائرة بهالشكل هذا، والفولتية اللي اريد هسه هذا باس بار نمبر 2، خلينا A يعني نقطة A ونقطة B. هنا ليش خليت الدائرة يعني هذه مفتوحة؟ لأنه ماكو حمل، زين، بالتالي ماكو مرور تيار، بالتالي هذا راح يكون عبارة عن open circuit، فهذا البارت راح ينقطع. بالحالة السابقة احنا هنا هذا الجزء خليناه، ليش؟ لأنه احنا يعني نريد نحسب الفولت، يعني كأنما نريد نحسب الفولتية هنا، فاضطرينا انه نخلي هذا يعني 0.1 اضطرينا نخليها. لكن هنا هسه شنو اللي راح يصير عندنا؟ منين نريد نحسب الفولتيه؟ نريد نحسبها من الباس بار نمبر 2 اللي هو هذا. هذا نرجع للمخطط الرئيسي مالتنا، هذا باس بار نمبر 2 هنا، لحظه هنا بالضبط هنا. زين هذا منها ليش تكنسل؟ هذا تكنسل لانه ignore the load، يعني ما عندنا حمل، ما موجود، بالتالي ماكو سحب للتيار، بالتالي هذا راح يكون اشبه بالنو لود. زين ليش ما كنسلنا بال يعني بال من حلينا من كان الخطا بال on pass bar number 3، ليش ما كنسلنا هذا الجزء؟ لا ما نقدر نكنسله، ليش؟ لانه اصلا انا نقطه اي وبي اللي هي تمثل لي الفولتيه، يعني انا اريد استخرج كانما اريد استخرج الفولتيه هنا، فأكيد هذا ما راح أكنسله. هسه أنا أريد أستخرج الزت أو الفولتية وين؟ on pass number pass bar number 2 اللي هو هذا، يعني من ال pass bar number 2 to ground، هذا بالضبط، يعني بالضبط راح أستخرج الفولتية on pass pass number 2 أو الفولتية عبر الرياكتنس 0.12. تمام، فهسه هذا راح يتكنسل عندي،
كأنه ما راح هيك يعني في الحالة فقط هيك راح يكون منه انظر علما للدائرة مالتي، فراح يصير عندي هذا الجزء اللي هي 0.8 و 0.08 زائدا يعني توالي وي 0.1 توازي ويا من وي هذا واضح، فراح يصير عندي هذه الرياكتنس توازي وي هذا تمام. فراح شو يصير عندنا هنا الزتفنا عباره عن 0.08 زائد 0.1 دول اثنينهم توازي ويا من 0.12 جيد. الزتفنا اون باس بار نمبر 1 كالعادة بما أنه هنا there is no load فهذا راح يكون عبارة مفتوح يعني there is no current will flow in this part يعني هذا هنا راح يكون يعني راح يتكنسل من الدائرة. جيد، شو راح يبقى عندي بالضبط أنا اللي أريد أحصله on bus number one. فنرجع للمخطط الرئيسي مالتنا اللي هو هذا، فهنا أنا اللي أريد أحصله الزت باس، فالزت باس بالضبط راح يكون بس بار نمبر 1 هذا A مثل A هنا أنا بس بار نمبر B ground يعني اللي راح يكون B فالفولتية اللي يريد أو الزد سيجنال راح تكون هنا على الباس بار نمبر 1 فأقدر أمثلها هيك هذه A وهذه. طبعا هنا من أريد أستخرج الزد سيجنال يعني أما أمثلها فولتية أي بي أو أقدر أمثلها بطريقة ثانية يعني ما أعرف أنتم شون يعني هيك أوكي أو تقدر هنا كأنما هذه نسميها في ثفنن في ثفنن زين. بالتالي هسه شون المطلوب يعني إذا الدائرة بهالشكل هذا شون أقدر أمثلها يعني هذه شلون اقدر احسب هالزت شلون اقدر احسبها راح يصير عندي هذا الجزء هذا تكنسل هذا كله تكنسل فراح يصير عندي 0.12 بلس 0.1 توازي ويا من و 0.08 صحيح. فبالنتيجه النهائيه انا اللي اريد اوصل لانه بواسطه ثفنن يعني طريقه ثفنن يعني النتيجه النهائيه زائد ناقص هذا اللي أريد أوصل له أنا يعني هذه تمثل لي V ثفنن هذه تمثل لي Z ثفنن من خلالها أقدر أستخرج شنو الـ I fault الـ I fault تمام. ليش؟ باعتبار انه يعني هذه حسبناها فبقت عندي يعني رياكتنس وحده هذا الرياكتنس هي تمثل لي الزت ثفنن والفولتيه اللي هي مثلناها بنقطه اي وبي هي راح نسميها في ثفنن فبالتالي انا اريد اوصل لهذه الدائره بالتالي راح اوصل لهذه الدائره فاذا وصلت لهذه الدائره في ثفنن هي شو تمثل لي تمثل لي الفولتيه pre-fault يعني قبل حدوث العطل فاتفقنا ان pre-fault voltage قد تساوي لي 1 والزتفنين الزتفنين هي equivalent reactance يعني المكافئة اللي هسه جاي نحسبها يعني بهاي الخطوات اللي جاي نحسبها. طبعا هنا بالنسبة علما هسه اذا نشوف زتفنين at pass bar number 1 قد قيمتها
قيمتها 0.0586. إذا أرجع بها الماتريكس المفروض ألقى نفس القيمة اللي هي 0.0587، يعني تقريبا نفس الشيء. هذا الرقم الرابع، ماك مشكلة. زين، هذه يعني هاي شو تمثل زد 11، يعني الفولتية إذا حدث العطل شو استنتج؟ استنتج إنه إذا حدث العطل باس بار نمبر 1 شو احتاج من الماتريكس؟ احتاج الزد 11 اللي هي تمثل الزد ثفنين. واضح؟ زين، إذا حدث عندي الخلل باس بار نمبر 2، يعني إذا يعني قال لي استخدم طريقة الزد باس ماتريكس، شنو اللي استفاد من عنده؟ استفاد من عنده انه هذه راح شو تمثل لي اذا الخلل وين؟ باس بار نمبر 2. ايش راح اخذ؟ راح اخذ زد 22 اللي هي نفسها تساوي المن زد ثفنن مساويه. اذا باس بار نمبر 3 راح شو يصير عندي؟ الزد ثفنن مساويه المن للزد 33. فهذا هو اللي راح يكون الفرق يعني بالحل بواسطة يعني بالطريقتين. إذا استخدمنا إذا طلب من عندي الزت باس يعني حل لقانا الفولت كارنت بواسطة الزت باس، شنو اللي راح يختلف عندي؟ يختلف عندي إنه راح أكون الزت باس بهالطريقة هذه أو في ثفنين، لا في ثفنين أو زت ثفنين دائرة المكافئة هسه اللي أخذناها. بس أنا يعني ضروري نخلي هذه الماتريكس قدامنا، سواء حدد ثفنن او زد باس ماتريكس، انا هذا الماتريكس احتاجها بالحل على الاقل حتى اطابق يعني يعني اسوي ماتشنج بينها وبين الزد ثفنن، حتى اضمن انه انا الحل مالتي صحيح وجاي امشي الخطوات مالتي صحيحه. تمام، هسه بعد ان كملنا بعد ما استخرجنا الزد ثفنن at bus bar number 3 at bus bar number 1 at bus bar number 2، هسه نجي المن calculation of fault current. هسه نجي المن للحسابات of fault current، يعني نجي اللي هو طالبه من عندنا اصلا. زين، نجي المن at bus number 3. هذا القانون هو يعني القانون الجوهري مثل ما نقول. I 3 fault يساوي V 3 0 على Z 33 زائدا Z fault. ايش يقصد بهذا؟ هذا يقصد به انه هسه بما انه باس بار نمبر 3 معناه يعني هو يقول لي انه الخلل او العطل صار عندي وين؟ باس نمبر 3، وعليه هذا الرمز يعني يرمز انه التيار اللي راح يمر باس بار نمبر 3 بعد حدوث العطل، يعني after fault occurs، بعد او شيء يسمونها post fault. زين، يساوي شو يساوي لهذا؟ يساوي الفولتيه في 3 الابتدائيه، شنو يعني initial؟ يساوي الفولتيه يعني فولتيه باس بار نمبر 3 قبل حدوث العطل، واضح، على Z 33. هذه Z 33 يا إما تجيبها مباشرة من الماتريكس Z 33، يا إما هي راح تكون Z ثفنن، يعني أنت إذا مستخدم أي طريقة بهم يا إما Z ثفنن يا إما Z اللي تجيبها من الماتريكس، كيفك ماكو مشكلة، أو إذا حدد الطريقة بعد أنت المفروض تلتزم بالطريقة. أما إذا ما حددتها أنت حر شلون تجيب Z 33، تقدر شلون تقدر تحصلها يا اما بواسطه ثفنن equivalent reactance او بواسطه الزت امبيدنس ماتريكس. زائدا
زد اف. هذا الزد اف يسمونها الزد فولت. هذا الزد فولت اذا بالسؤال يعني يقول لي الزد يعني عنده يعني نوع العطل اللي يسمونه مثلا bolted or solid fault. نا هو ذاكر هذا الشيء يقول because of the fault impedance. The fault impedance يعني هنا اكو ممانع تصير اثناء حدوث العطل. فولت ام بي يعني اما قد يكون مثلا يعني سبب اللي مسبب العطل قد يكون مثلا لا سامح الله يعني اي شخص عادي مثلا هذا راح يعني جسمه راح يكون يعني يمثل ممانعه او يعني شيء من هالقبيل فهذه الممانعه راح تدخل ضمن الحسابات. لكن اذا ذكر بالسؤال انه الفولت امبيدنس از بولتد اور سوليد يعني نوعها يكون سوليد يعني شورت سيرك يعني بواسطه موصل خلينا نقول زين فهذا هو ايضا بيد يعني ممانعه انترنال امبيدنس لكن تهمل بالحسابات يعني ما تؤخذ بعين الاعتبار فهنا راح ناخذها الزد فولت تشبيها ايكوال تو زيرو واضح هسه وما يعني هنا ما ذاكر بالسؤال شنو نوع بالضبط شنو يعني عندنا فولت امبيدنس ما عندنا فولت بما انه هو ما ذاكر فاذا هي صفر بما انه هو ما ذاكر الفولت امبيدنس اذا هي صفر اما اذا حدد بالسؤال حدد انه الفولت امبيدنس لها قيمه مثلا يعني 1 2 15 13 فهي تنضاف بالقانون اما اذا ما ذاكر عنها شيء فانا اقدر اكنسلها واعتبرها صفر لكن هي موجوده بالقانون ومؤثره بالحسابات زين إذن اللي أريد أوصل له قانون الآي فولت هذا القانون جدا يعني مهم هو مفتاح الحل هذا القانون الفولت كارنت at pass number 3 يساوي V3 على Z33 زائد فولت امبيدنس أو اللي نسميها ZF هذه قلنا بما أنه هو ما ذاكر عنه شيء أو إذا ينطيني يذكر أنه عندنا fault impedance هي من نوع bolt or solid فهي هاي نعتبرها صفر أما إذا ذكر أنه ZF مثلا يعني قيمتها 5 فمباشرة أجيب هذا الرقم أجمعه ويل Z33 جيد زين فقط هذه يعني أكد عليها أنه هي هذه الـ V3 شنو الـ V3؟ هذه الـ يعني فولتية باس بار نمبر 3 قبل حدوث العطل أعيدها فولتية باس بار نمبر 3 قبل حدوث العطل جيد واللي هي شقد قيمتها؟ قيمتها 1 ليش قيمتها 1؟ احنا فرضناها قيمتها 1 لانه يعني هذا الشيء وضحناه بدايه السؤال بدايه المثال عفوا اللي منطيني اياه لانه ما منطيني حمل فاذا ما منطيني حمل راح اعتبر الفولتيات قبل حدوث العطل على الاطلاق الفولتيات كلها مساويه علما الى 1 مساويه الى 1 زين هذا الشيء يمثل لي التيار اللي يمر at pass bar number 3 during the fault أو بعد حدوث العطل يعني خلال فترة العطل أو بعد حدوث العطل يعني بفترة قليلة خلينا نقول فهذا القانون مالتنا زين إذن هسه هنا إيش عندي عند V3 تساوي 1 على Z33 منين نجيبها يا أما نجيبها من الماتريكس يا أما نجيبها من Z ثفنين زد ثفنين شلون منين نجيبها زد ثفنين احنا طلعناها يعني بالبدايه هذه زد ثفنين هذه ات باس نمبر 3 واللي هي مساويه لنا هذه قيمتها شلون قدرنا نستخرجها عرفنا انه بالضبط هسه باس بار نمبر 3 اروح امثله بهاي الطريقه اي بي
وبقيه الرياكتنسز امثل يعني انزلها مباشره واقدر استخرج هذه وهي هذه نجمعهم توالي توازي وهي هذا نجمعهم وهي هذا. جيد زين اتفقنا انه هذه نسميها الفولت امبيدنس. الفولت امبيدنس يعني بالضبط هسه نفرض هذا يعني عندنا باس بار نمبر 3 هنا راح تكون عندي مقاومه يعني اثناء مرور تيار العطل هذه يسمونها زد اف مرات ينطي لها قيمه بالسؤال ومرات يهملها زين يعني ما يذكر عنها فتشي او مرات شي يسوي يكتب انه هذه هذه نسميها فولت امبيدنس فولت امبيدنس يكتب انه الفولت امبيدنس هي مرات يكتب سوليد شنو يعني سوليد سوليد يعني يعني اللي سبب العطل هو عباره عن فد يعني موصل صحيح الى مقاومه داخليه او انترنال ريزيستنس لكن تهمل احنا بحسابات يعني بحسابات الفولت تهمل المقاومه يعني ما راح ناخذها بنظر الاعتبار او يعطيه فولتد فولت امبيدنس ايضا اذا ذكر هذين الكلمتين فالزت اف عباره عن صفر الا اذا انطاني الزت اف اللي هي فولت امبيدنس تساوي اي قيمه معينه ارجع اضيفها فقط ارجع اضيفها لهذا القانون تمام فاذا راح يكون عندنا الاي اف اللي هو شنو تيار بعد حدوث العطل او during the fault يساوي جد القيمة مالته 1 على 0 0.172 هذه القيمة اللي راح تطلع عندي بير يونت طبعا هسه ان شاء الله بالامثلة الجاية راح يعني احنا نستخرجها هسه حاليا فقط بالبير يونت بالامثلة اللي راح تجيني بعدين راح نحولها للاكتوال الاكتوال فاليو ونعرف شلون نستخرج الكومبلكس باور يعني اللي هي الاس الى اخره هسه اذا حدث العطل عندي ات باس بار نمبر 2 نفس الشيء ات باس بار نمبر 2 الاي اف شي يساوي لي 1 على زد 22 زد 22 احنا مخيرين نجيبها يا اما من زد 2 يا اما من زد باس ماتريكس زين راح يطلع عندي هذا المقدار مالته at bus bar number 1 كذلك ال IF يساوي لي I1F يساوي 1 على Z11 تطلع عندي هذا القيمة زين هسه هنا now for the same previous example هنا نفس المثال السابق اللي هنا احنا خلصنا هذا المثال انتهى يعني انتهى الجواب لان هو يريد من عندي فقط الفولت كارنت اي باس بار نمبر 3 باس 2 باس 1 خلصنا انتهى المثال بس هنا هسه يريد يضيف اضافه معينه for the same previous example find post fault bus voltages يعني يريد من عندي ان الفولتيات after fault occurs بعد حدوث العطل شو يريد من عندي يريد الفولتيات يعني باس بار نمبر 1 باس بار نمبر 2 باس بار نمبر 3 جيد حتى الخص الحل السابق راح اسوي fault location و fault current يعني هنا باس بار نمبر 3 راح يكون عندي الفولت current هذا قيمته اللي طلعناها يعني اللي استخرجناها باس 2 هذه قيمته باس 1 هذه قيمته جيد عندي هذه القاعدة هنا راح ألقى هاي القاعدة جدا ضرورية يعني راح نهتم بها هنا عندي الدلتا في دلتا في يساوي زت يعني هذا ماتريكس طبعا الزت باس في دلتا اي هذا شيء يعني معروف هذا قانون هو اصلا الاي يساوي الزد عفوا الفي يساوي الزد في الاي فاذا صار عندي دلتا اي تغير بالفولتيه هذا التغير راح يضرب على التيار طبعا بثبوت
الزد باص. جيد، هسه نجي لمن يعني اول شيء ات باس بار نمبر 3. ات باس بار نمبر 3 الدلتا اي شلون اقدر اجيبه؟ شنو اللي اقدر اسوي؟ الدلتا اي راح يساوي عندي فقط راح اسوي كالاتي، يعني الترتيب كالاتي. مباشره اجيب التيار اللي صار عندي بال يعني after default occurs اجيبه اخليه هنا، وين اخليه بالمصفوفه، يعني اللي راح يمثل لي باس بار نمبر 3 يعني بالتسلسل الثالث خلينا نقول. زين باس 1 باس 2 راح انطيهم صفر، يعني راح اتبع حتى الترتيب هذا. جيد زين، هسه ارجع لمن؟ ارجع لهذا القانون، ارجع لهذا القانون. هنا الزت باس انا راح تكون عندي حاضره، الزت باس راح تكون عندي حاضره اجيبها مباشره، الزت باس اللي استخرجناها بدايه حل المثال. راح اجيب الزت باس اخليها هنا. زين في الدلتا اي، الدلتا اي بما انه انا هسه باس بار نمبر 3 فمباشره اخلي هنا صفر صفر فقط بال يعني بالباس بار 3 راح اجيب التيار مالته اخليه هنا فقط. هذا راح يعني استخرجه بالحاسبه فراح تطلع عندي الدلتا في، الدلتا في هذا قيمه، هذا الدلتا في. زين بما انه الفي بري فولت اتفقنا انه هي واحد لانه ماكو حمل، المن واحد الباس بار نمبر 1 والباس بار نمبر 2 والباس بار نمبر 3 ثلاثتهم شنو الفي بري فولت واحد. جيد زين، اذا الفي بوست فولت هذا اللي اريد اوصل له انا، الفي بوست فولت شو يساوي لي؟ الفي بوست فولت يساوي لي الفي بري فولت ناقصا الدلتا في. واضح؟ شنو يعني؟ بمعنى اخر انه انا هذا الفي بري فولت انطاني اياه واحد واحد واحد، هذا ثابت قلنا عندنا بال يعني بالسؤال. هنا المفروض المفروض عندي الفي بوست فولت المفروض راح يكون اقل، المفروض راح يكون اقل. ليش؟ لانه الدلتا في راح اطرح من الفي بري فولت. قد تكون الصوره مو واضحه نوعا ما، لكن هسه بس يعني بالاستمرار بقيه الحل راح تكون الصوره اوضح. هسه الفي بوست فولت راح شو تساوي لي؟ الفي هنا الفي بوست فولت شو تساوي لي؟ في بري فولت ناقصا دلتا في. واضح؟ هسه خلينا نشوف يعني قد تتضح الصوره اكثر بال اذا صار عندنا العطل وين ات باس 2 شنو اللي راح يصير؟ عندنا نطبق القانون مالتنا مباشره. اول شيء نستخرج الدلتا في، الدلتا في الدلتا في قلنا شنو القانون مالته؟ القانون مال الدلتا هذا، الدلتا في هذا القانون، هذا القانون جدا مهم. واضح؟ هذا القانون جدا مهم. احنا اخوان شنو اللي نريد نوصل له؟ نريد نوصل انه نريد نستخرج الفولتيه بعد حدوث العطل. قبل حدوث العطل احنا نعرفها، نعرفها هي واحد على باس بار نمبر 1 و 2 و 3 هي واحد. زين نريد بعد ما صار العطل شنو الفولتي يعني الفولتيات على 1 و 2 و 3 شنو اللي صار؟ هذا اللي نريد نوصل له. فأول شيء حتى نحل هيك يعني حتى نعرف الفولتيات، أول شيء نجيب الدلتا في. الدلتا في منين نجيب الدلتا في؟ هذا قانونه، قانونه يساوي الزت باس في الدلتا اي. جيد الزت باس عندي حاضرة أجيبها أنزلها مباشرة. زين الدلتا اي هنا
الدلتا اي انتظر حسب هو اللي يوجهني بالسؤال شنو يريده مثلا على باس بار نمبر 3 يعني يريد البوكي على باس بار نمبر 3 جيد اجي من اجي للدلتا اي الدلتا اي انا اصفر اصفر باس بار نمبر 1 باس بار نمبر 2 اجيب التيار بعد حدوث العطل مال باس بار نمبر 3 انزله هنا الى قيمه جيد هذي شيريد هو من عندي يريد من عندي مثلا هات باس بار نمبر 2 هسه اللي راح نحله الزت موجوده عندي زين الاي الاي اصفر باس بار 1 واصفر 3 وش اجيب هنا اجيب القيمه مالت من مال التيار بعد حدوث العطل المن الباس بار نمبر 2 نائل اكو قيمه زين قد يريد لا يريد بالباس بار نمبر 1 جيد باس بار نمبر 1 اصفر 3 اصفر 2 هنا شنو اللي يجي عندي يجي عندي التيار اللي التيار باس بار نمبر 1 بعد حدوث العطل اللي استخرجناه بالجزء الاول يعني بالبارت الاول من هذا السؤال هسه نرجع نكمل هسه فولت ات باس باس بار نمبر 2 جي شو استخرج الدلتا في الدلتا في الجي الجي راح تكون يعني انزل المصفوفه حاضره عندي طبعا اسف الزت الجي راح استخرجها برا لانه هي يعني للكل راح استخرجها برا قلنا نصفر شو نصفر الباس بار نمبر 1 باس بار نمبر 3 هذا القيمه للتيار اللي استخرجتها منين التيار بعد حدوث العطل بعد حدوث العطل after باس بار after fault occurs هذه وينها شلون يعني منين جبناها راح ارجع هنا انا ثبتت هنا انا fault current يعني during the fault or يعني after fault occurs فهسه باس بار نمبر 2 هذا السالب هذا السالب اجيبه وياه جيد نحتاجه ليش لانه هنا راح يصير عندنا بس للتوضيح حتى هاي الفقره الرياضيه هنا راح يصير عندنا خايف يصير بها اشكال هنا شو يصير عندي هنا عندي انا جاي الجاي منين جايه يعني كل عناصر الزت بهم جي جي 0.01 جي 0.018 الى اخره راح تنضرب بمن راح تنضرب بالجي اللي موجوده منين جايتها من التيار فجي في جي راح يطلع عندي سالب واحد في السالب اللي موجود عندي هنا راح يصير عندي موجب فالناتج اللي يطلع للدلتا في راح يكون موجب راح يكون موجب للدلتا في هسه هذه لا واضحه هذه حاسبه يعني نستخرج القيمه للدلتا في عن طريق الحاسبه وراح تطلع لي هذه القيمه انمن للدلتا في زين زين هسه عندي هذا القانون في بوست فولت في بوست فولت يعني قلنا انه في بوست فولت معناته بعد حدوث العطل هو اللي انا اصلا اريد استخرجها شو تساوي لي في بري فولت قبل حدوث العطل اللي هي قلنا عليها واحد ناقص ناقص الدلتا في ناقصا الدلتا في هذه البري فولت قلنا واحد زين الدلتا في هذه راح يصير عندي واحد ناقص هذا هذه المصفوفه راح تطلع عندي الفي بوست فولت هذه القيم مالته بمعنى اخر انه الفي بري فولت الفي بري فولت قلت بمقدار الدلتا في اللي هو هذا اسف الفي بوست فولت يعني بعد حدوث العطل شو تساوي لي تساوي لي الفي بري فولت منقوصة بمقدار الدلتا في واضح يعني الفي اللي هي هذه اللي هي قيمتها واحد 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 هذه
في بري فولت قلت بمقدار الدلتا في، قلت بمقدار الدلتا يعني نقصنا من عدها الدلتا في، بالتالي شنطتني انطتني الفي بوست في. واضح. هسه نجي المن الى سي فولت ات باس بار نمبر 1، نفس الطريقه نستخرج الدلتا في، الزت عندنا حاضره، نصفر ال 2 و 3، نجيب الفولت كرنت ات باس ات باس بار نمبر 1. هنا اتفقنا انه الجي ننتبه لها، جي في جي طبعا احنا ما راح نستخدمها بالحاسب، احنا ندخل الارقام مباشره، بس راح نعرف انه الدلتا في راح تطلع عندي بالموجب، يعني ما راح تطلع عندي لا اشاره ناقص ولا جي، خلاص يعني هي راح تخلص، لانه الجي في جي راح يصير عندي سالب، والسالب عندي اصلا سالب فراح يتكنسل راح يروح عندي. زين هسه الفي بوست فولت تساوي البري فولت ماينس دلتا في، البري فولت عندي واحد 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 ناقص هذا المقدار اللي هو دلتا في، يعني البري فولت اللي هي تعمل بالريتد مثل ما نقول ريتد فولتج اللي هي كامل طاقتها مثل ما نقول، فنقصناها نقصنا من عندها الدلتا في اللي حدثت نتيجة العطل اللي صارت عندي نتيجة العطل. زين فشنطتني انطتني يعني بعد حدوث العطل واللي يساوي لي هذا المقدار. طبعا هنا هذا السيمتريكال فولت اللي يحب يقرا هذه التفاصيل يعني بالكتاب، احنا لخصناها اغلبها لخصناها. طبعا الشورت سيركت كاباسيتي ان شاء الله راح ننزله بالمثال باكر ونوضح شلون نقدر نستخرجه. هذا الاسامبشن ايضا شرحنا عنه. الغرض هنا البيربس اوف فولت اناليسيس، البيربس اوف فولت اناليسيس هو عندنا يعني تقريبا ثلاث يعني اول شيء to determine the values of voltage and current at different point of the system during the fault. يعني معناته انه لايجاد قيم الفولتيه and currents and different point يعني مثل ما نقول نقاط مختلفه of the system during the fault. خلال العطل يعني مجرد تشخيص او تحليل للدائره حتى يعرف شنو نوع يعني القيم اللي راح يعني يستخرجها من خلال اذا صار عندنا العطل. النقطه الثانيه determination of the rating of the required circuit breakers، يعني شنو زين السيركت بريكرز دخله بالموضوع. السيركت بريكر هم اكيد يحتاجوه حتى يخلوه اذا صار عطل يقدر يتحسس العطل اللي يصير ويقدر يفصل يعني يخرج will take out the network يعني يخرج الشبكة من العمل يعني يسوي لها shut down يعني يطفي هذا circuit breaker. فهم على ضوء الحسابات اللي هسه يسووها يعني يعرفون شون الكاباسيتي أو سعة circuit breaker أو الزيت اللي قد يعني تصميم السيركت بريكر يصممونه على ضوء هذه الحسابات. وايضا بالنسبه للريلي يعني هسه انا selection of appropriate scheme of protective relays يعني الريليز نفس العمل انه قد يكون يتحسس للشورت سيركت او العطل اللي يصير عندنا بالدائره فيسوي تيك اوت يعني يخرج الشبكه او يسوي لها شت داون. فبالتالي هاي الحسابات راح تكون جدا مهمة لي حتى يعرفون نوع السيركت بريكر وحجم السيركت بريكر والكاباسيتي مالته، كذلك بالنسبة للريلي حتى قدر الإمكان أنه يتجنبون الشرارة اللي تصير أو تلف الأجهزة أو تلف المنظومة إلى آخره. أتمنى تكون يعني هذا المثال واضح. صح هو يعني المثال نوعا ما مطول لكن بالممارسة قد يعني راح يصير الحل أكثر يعني أكثر سهولة.
النقطة الأهم من هاي هو اتباع الخطوات هاي. بالمناسبة البيربس يعني هذين ثلاث نقاط مهمة جدا، أما هذا التأثير الفولس واللي إحنا يعني تقدر تنطي فقط الملخص اللي أنا انطيته بالمحاضرة السابقة ماكو داعي، لكن بعض الإخوان طلبوا إنه شون بالكتاب، هذا بالكتاب المصدر هو أشفق حسين وتقدرون تطلعون عليه وتشوفونه. البيربس مهم جدا. simplifying assumption طبعا هذه يعني بعض الافتراء يعني تبسيط هذه يفترض بعض الفرضيات حتى يبسط الكالكوليشن اوف فولت، يعني حتى يبسط عملية الحل بالفولت. احنا عرفنا انه مثلا نفترض ignore there is no load، الفولت هي تكون بالبداية واحد الى اخر، التيار قبل الحمل ايضا واحد، وراح يهمل مثلا الكاباسيتنس او الشنط، يعني فد بعض مثل ما نقول هذه ما مطالبين انتم بحفظها، لكن قد يعني تحتاجها مثل ما نقول طريقه الحل، يعني تقدر تستخدمها كفرضيات تفرضها او تعرف انه انت من تحل الفولت اناليسيس شلون تقدر تحل. اتمنى تكون المحاضره مفيده وسهله بالنسبه لكم. شكرا جزيلا.